وقلت قد يادي تولينا وندينا عزل فلو نصف في سوى نغاري سلنسة مزيح تزوران فدوس ويزدون سيدي بالعباس يمي مضبر من الولايان سيدي بالعباس فدان لقديش نوس سداد توشوليني قنطران قيريرف بوخامي دي لاني كان دا جرحان وزلن تسعاني عقلن سنتنا توشولين دي ثمان وزغار نوزا غار نخير الدين ثي وشولين قيس فاين دي تدسي خامني والمان وبوينت اكن ادزاد غندق خامني مينوثن ذي ثقرار ثم بوملي كي جيتورا جون داغان هذه دولة قديش دي توزين الدور تاقي عبد الكريم عاشور. السلطات المحلية شافت فينا بعد ما عانينا وكاع والحمد لله ردمنا احنا حيين ردمنا واحنا حيين الله غالب هاساي هذه فرش علينا ربي الحمد لله. شاف دايرها راح لخمس عائلات وراعطينا وعد قال لك بعد اسبوع بعد نشوفكم اللي فيه شي نشوفكم شكون اللي دا وشكون اللي شكون اللي كان عنده وشكون ما انا عنداش راعطينا وعد على مده اسبوع وحنا رانا نقارعوا اللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. بعد الحديث تاع انهيار الطابق البلونشي تاع الطابق الاول في المزرعه تاع بن تركي انتقلنا فجر صباح هذا اليوم مع السيد ولي الولايه وامرنا به نديروا الاحصاء الاجمالي للعائلات الموجوده في هذه المزرعه. العائلتين المتضررتين تم اسكانهم فورا والعائلات الموجوده في الطابق الاول ثاني سيتم ترحيلها في العدد تاعها اربعه سيتم ترحيلها اليوم وما تبقى خلال الاسبوع ان شاء الله يكونوا كلهم يرحلوا في هذه المزرعه تهدم وذلك بعد اجراء التحقيقات الاداريه في البطاقيه الوطنيه. غيز دونت بتن تندار انا في مزدان نتغوان تنرب طاس في جنان دو ثوق ذين سن غفو من نزد ديك راس ويس تسن في حيار نتسن وذا ينقزمر ان ديك لوس المضارة يتزمر ثني مسيدار نغني مزدان دن ولي ثورة نسعيد حريقة كذرة ديا قربوتي ذي ثمنات نراب تاذي ثغيوان تنراس العيون دقمال ونقزدون تبتنت يوليد الصوثان نيمز داغ يوغاذن ثغالين التسي ثاني سفران بوتشي يقوت جوران الفسيا سوما نور نزدية راي لان ذاقي ممكن أمراض خطيرة الشيء هذا را صعيب كيما نقولوا احنا هذه مواشي برك فقط في الحشيش تسقى بها الحشيش ممكن الماشية تمرض تكون متهمة فيها تسمم المياه القديرة هذه يعني احنا نطلب من السلطات والسلطات البلدية كانت على علم وهنا نشكر الدرك الوطني لدائرة راس العيون أخذ الإجراءات نتاع واللوازم ذويقي إذا ما نور نزديرة وعلى حساب مزداغة سوان يسن ولذان دختن تدفون سين ذاين يرنان فلاسن ثقذين بير هذا اللي توالكم ذرك هنا هم يديبوشي وحيشكم الروقار هذاك اللي هيه ويعبيو في البير هذا ومن بعد يطلعوا من البير الباسان ومن بعد يطلعوا الجنان يسقيو الجنان. واش باغيين؟ وحنا باغيين من البلديه تجي ترضم البير هذا على خاطر ماهوش حاجه سهله باش نسكتوا عليها والله. ايا سثوروني مزداغ كني مضبران تاعنا تمسالتا تسكشماني ما ننسان وتسحب سنيني طارون السند ما تنطارا تزمر تنسان. دسوا من الفاكيا ذي الخضرة ذوي ذي دي صوبن ذي الاسواق الجملة خاف غف ونقص نفوس ان الفيع مشا سي ثمان نظام ذي تحونا لدغاغر اي خضرة نتنف ذكر ذي سثمس وتيني قغلايا نسوطس وثلوف ثقي اورث السعارة تيريري هذا تنف ذي ثورة احمد رشدي ذي الدور ثاتي سين باقوران رمضان ثغال غارت فير ثغين الخضرة ذي الفاشية ذيان دي سغلين السومان سند ذي السواق الجملة لدغى الخضرة يميدو غال السومة غارت فير سواطاس بكاش مشارية بكاش مشارية ما عندهاش الناس هادي هاي سوري هاي توماتش راه من 7000 ل 8000 الحلو 5000 الحار 4000 الثوم 3000 واش بك ولي 12 13 11 10 على حسب السوق المهم خلاص كل نهار كيفاه راه المنتوج ياسر والسلعه راه رخيصه ياسر وبالنسبه لرمضان السنوات الماضيه راه طاحت السلعه ياسر ايه الاسعار ماشي في الاسعار الجمله راه عند القشاره دي طاي راه الاسعار مرتفعه أياني يسوهمان من روح غر سوق نفس مثولين تس وطاس من قرنثان تغر سوماثان السواق الجملة أكالن تولي الذيث وريق ثقي
مالان تسومات ذي السواقن الجملات خدمت تيدا ثغينا قمذانان ذي السواقن الخضراء قيمة تسومات يريفة سنة نمزن زيان وثقيمة يمذانان ذن اثنية قنطار الناس وطاسة سسومات يتسالين إيها كان بضدار ثقر عن نسلان جاول لهنا ارتفت.